ازيكم يا حلوين، عاملين ايه؟ رب تكونوا بخير. انا ايه، ودي قناتي حياتي في ايطاليا. لو اول مره تشوفيني يا ريت تنزلي تحت تعملي سبسكرايب اللي هو اشتراك بالعربي، ولايك للفيديو ده كمان، وان شاء الله هتلاقي في القناه كل اللي يعجبك من اكلات وفلوجات وخروجات وحاجات حلوه جدا جدا موجوده في ايطاليا. النهارده بقى الفيديو بتاعنا مش فلوج ولا حاجه، النهارده هنعمل معاك وصفه حلوه قوي، وهي التورته اللي انتوا شايفينها دي من احلى الحاجات الموجوده هنا. هي دي تورته سهله جدا وبسيطه، بتبقى موجوده في البارات وبتبقى موجودة كمان في الباستاتشيريا اللي هي مكان بيع الحلويات، وكمان بتتعمل في البيوت بطريقة حلوة قوي. النهاردة جربتها لكم الوصفة دي، إيطالية 100% بجد، حاجة كده حلوة جدا تقدروا تعملوها في أعياد الميلاد وكمان تعملوها هدايا لحبايبكم. يلا بينا نبتدي. لايك على السريع. تعالوا كده بقى اقول لكم ايه هي المكونات بتاعتنا. اول حاجه العجينه او التورته بتاعت العجينه اللي هعمل بيها التورته بتاعتنا، هستخدم الباستا سفوريا دي، تمام؟ هستخدم منها 2، تمام؟ هي دي بس، مش هعمل بقى عجين ولا اي حاجه. وهنعمل بقى الكريمه بتاعتنا. الكريمه بتاعتنا عباره عن ايه؟ 2 بيضه كاملين او 3 صفار بيض، 3 صفار بيض او 2 بيضة لو انت حابة تستخدمي البيض كامل مفيش مشكلة. هستخدم قشر الليمونة، وعندي كمان ليمونة عشان هاخد العصير بتاعها، وعندنا كيس من الفانيليا، وعندي 3 معالق كبار من السكر بالمعالق العادية بتاعة الاكل بتاعتنا دي، وكمان 3 معالق من النشا ونص كيلو من اللبن. تمام كده، هي دي المقادير بتاعة الكريمة بتاعتنا. يلا كده بقى نسمي الله ونبدأ نشوف هنعمل ايه مع بعض. طيب اول حاجة هعملها هاخد اللبن ده احطه على النار، تمام، بحيث ان هو يدفى معايا. دلوقتي جبت بولة واحط فيها 2 بيضة. لو مش عايزة تستخدمي البيض كامل ممكن تستخدمي 3 اصفر بيض وتاخدي البياض تفصلي عنه، تمام كده. تمام، نحط كمان عايزه اقول لكم ان انا هحط قشر الليمونه دي في اللبن بتاعي وهو بيدفى. تمام كده، حطيت البيض والفانيليا. ممكن استخدم مضرب كهربائي او استخدم المضرب السلك العادي، يعني مفيش مشكله خالص. كل اللي انا هعمله هضرب دقيقه واحده بس على سرعه هاديه تماما البيض بتاعي. تمام كده، كده ضربت البيض. هبدأ بقى احط 3 معالق كبار من السكر بالشكل ده واضربهم. ضربت كمان السكر، دول 3 معالق النشا الكبار برضو هضربهم. تمام كده، يلا بقى نجيب اللبن اللي احنا حطيناه يدفى ونحطه على الخليط بتاعنا. دلوقتي بقى انا قسمت الليمونه، هاخد العصير بتاعها هنا بس هحاول اتاكد ان ما فيهوش اي رواسب بالشكل ده كده. لو مش حابين تضيفوا ليمون مفيش مشكله. تانية.
تمام كده. كده بقى عندي عصير ليمون. تمام، نجيب اللبن، ده اللبن بعد ما دفي معانا. تمام، حطيته على النار بس يدفى، وكمان حطيت فيه قشر الليمونه بالشكل ده، اشيلها كده عشان بس تدي طعم الليمون معانا. طبعا الليمونه مغسوله قبل ما نحطها في اللبن. تمام، بس كده. بصوا هو دافي مش سخن، عشان طبعا لو نزل دلوقتي على البيض المفروض ان هو ما يسويهوش، يعني تدفي اللبن بس. انا ليه بستخدم مضرب كهربائي؟ بستخدم مضرب كهربائي عشان يسهل معايا وبسرعه. لو مش عندك استخدمي مضرب عادي اللي هو بنستخدمه دلوقتي. هحط اللبن على الكريمه اللي احنا عملناها دلوقتي، وهرجع كل الكلام ده كله على النار. بسم الله. هنرجع ده كله على النار. متخافوش، دي كريمة البيض. هنرجع بقى الكلام بتاعنا ده على النار عشان يدينا الكريمة التقيلة بتاعتنا. تمام، ده بقى جاهز الخليط ان هو يتحط على النار، ونقلب لحد ما يتقل معانا زي المهلبية، وهتبقى الكريمة بتاعتنا جاهزة. تمام كده، هنروح نحطها على النار ونرجع تاني. واخر مرحلة بعد ما تتقل معانا خالص خالص، هنبقى نحط الليمون، بس مش وهي سخنة، هنحطه وهي باردة. تمام، يلا بقى ناخد ده ونحطه على النار. على النار دلوقتي وانا بقلب. شوف بدأت تتقل. كده بقت معانا الكريمة العادية. هو كاستر عادي ولكن بطعم الليمون. بصوا بصوا، تمام كده، هكتفي كده واقفل اوريكم قوامه. بصوا بصوا بجد ما شاء الله. دي بقى تحشو بيها بريوش، تعملوا بيها التورته اللي هنعملها دي، تحشو بيها اي حشوات انتوا عايزينها. هي دي بقى كريمة الباستري. ايه رأيكم؟ باستري كريم او كاستر، تقدروا تحطوه كده وتحطوا عليه بسكوت وتعملوا منه طبقات مهلبية، يعني بجد من الحاجات الحلوة قوي وطعمه فظيع. يعني هو كده ممكن يتقدم، وقدمه في كاسات وحط عليه بسكوت او اي حاجة. يلا بقى نسيبه يبرد ونرجع نعمل التورتة بتاعتنا. لمرحلة عصير الليمون، نضيف كده، نقلب تحت لفوق الكريمة بتاعتنا. تمام، ده بقى بيديها طعم الليمون وبيديها انتعاشة فظيعة. هنحط بقى القالب بتاعنا ونبدا ان احنا نحط اول طبقه من عجينه الملفيه او الكريم باستر. هنحطها كده. تمام، بالشكل ده. ممكن بقى تجيبوا الشكل اللي انتوا عايزينه، سواء مربع او مستطيل او اي شكل كده. اظبط بس الحروف. هنبدا بقى دلوقتي نحط الكريمه بتاعتنا. نمسحها بالشكل ده. نجيب سباتولا نتحكم اكتر. انا هجيب العجينة التانية من الكريم باستري،
هي انا مصبرتش عليها ان هي تبرد قوي، ولكن انتوا طبعا استنوا عليها شوية. هي مفيش مشكلة، هتديني نفس النتيجة، ما تقلقوش. حط بقى الطبقة التانية فوقيها كده، شيل كده، نحاول ان احنا نسويها. طبعا هنا مش هنسيبها كده، نحاول بقى ان احنا نعمل بالاطراف كده اي شكل جمالي، نقفل على تحت بالشكل ده واحدة وواحدة كده، عشان انتوا باين لكم ولا ايه؟ بصوا انا باخد الطرف اللي هنا اللي فوق وبنزله على اللي تحت وبضغط، باخد الطرف اللي فوق وبنزله على اللي تحت وبضغط كده، باخد من فوق ننزل على تحت وهكذا كده كده. طبعا عشان عجينة بنحاول ان احنا نتحكم فيها على قد ما نقدر، اهم حاجة نقفلها لتحت كده. تمام، عشان طبعا ما تطلعش العجينة تطلع اي كريمة. اتحكم فيها اكتر واعمل كده. دلوقتي بقى مرحلة الشوكة، جيب شوكة بالشكل ده، هبدأ اعمل فيها فتحات من هنا كده عشان ده ما يعلاش معايا وتطلع وتطلع فراغاتها بتاعت الهوا. تمام كده، كذا برضو في الجوانب. حد متأكد ان انا خلاص خلصتها كلها بالشكل ده. دلوقتي جبت صفار بيضة واحط عليها كيس من الفانيليا، هبدأ ان انا احطها عليها من فوق عشان تدينا الوش الذهبي. كده دهنتها بصفار البيضة كلها، هبدأ بقى دلوقتي اضيف عليها اي مكسرات عندكم بالشكل ده، هندخلها بقى الفرن على درجة حرارة 180، اول ما تاخد وش جميل هنطلعها ونوريها لكم.
شايفين جمالها بجد حلوة جدا. اول ما طلعت من الفرن واخده اللون الذهبي بقى حلوة جدا. هسيبها تهدى تماما وبعد كده هنبقى نحط عليها سكر بودر. تقدروا ما تحطوش وتقدروا تعملوها بالشكل ده وخلاص على كده، تسيبوها تبرد وتقطعوها بقى هتلاقوا معاكم احلى تورتة. انا طبعا بقى دلوقتي سبتها بردت كده تماما، هجيب بقى السكر البودر بتاعي وهبدأ بقى ان انا احط عليها كده زي ايه وصفات حلوة وفي نفس الوقت تدينا شكل جمالي. بصوا اللون من تحت زي فوق واخده اللون الذهبي ومقرمشة، هي شبيهة قوي بالرقاق المحشي او الجلاش المحشي كاستر، وده برضو من الوصفات الحلوة قوي. الحاجة بجد تحفة، تورتة سهلة ولذيذة تقدروا تعملوها بقى بأي عجينة ملفي تلاقوها في السوبر ماركت، او كمان تقدروا تعملوها بالجلاش هتدي نفس النتيجة وتبقى حلوة قوي. نعمل بقى الجارنش بتاعنا ونقدمها بالشكل ده، بجد حلوة وريحتها فظيعة والكريمة من جوه جميلة جدا. تعالوا اوريكم كمان من جوه عاملة ازاي، بصوا شايفين جمالها. تنفع بقى فطار، تنفع في اعياد الميلاد، تنفع كده كتحلية في يوم السبت طبعا بما انه عندنا اجازة وهكذا يعني. اتمنى تكون وصفة النهاردة عجبتكم، لو عجبتكم ما تنسوش تعمل لايك وشير وسبسكرايب في القناة لو لسه ما اشتركتوش، وشاركوا الفيديو مع اصحابكم وحبايبكم عشان عيلتنا تكبر بيكم انتم. اشوفكم على خير الفيديو اللي جاي، باي باي.